أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة قرارا بشأن اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية، وقد جاء تفعيلا للقرار الصادر عن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بتكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة لتنفيذ الإجراءات اللازمة بشأن الأكياس البلاستيكية. وقد منح القرار مدة 6 أشهر من تاريخ صدوره ليعمل به في 25 من شهر يوليو الجاري. وعي بيئي بدأ ينمو بشأن اللبس الحاصل في كلمة منع الأكياس البلاستيكية وتحويلها إلى أكياس صديقة للبيئة، بحيث سيظل هناك تداول الأكياس التقليدية ولن يشعر الناس بالفارق بين الأكياس الجديدة والحالية، ولكن تأثيرها مختلف جدا على البيئة. وتشكل هذه الأكياس الحالية المصنوعة من مواد بلاستيكية والتي يتم استخدامها لمرة واحدة خطرا كبيرا على الكائنات البرية والبحرية نتيجة لبقائها لمدد طويلة دون أن تتحلل، حيث أن الأبحاث العالمية أكدت أنه بحلول عام 2050 ستكون المخلفات البلاستيكية أكثر من الأسماك. فالأكياس الجديدة التي من المزمع طرحها بعد أيام تحتوي على مواد تعمل على تسريع تحلل الأكياس وكسر السلسلة الكربونية التي تتكون منها، فتكسرها إلى ثاني أكسيد الكربون والماء خلال فترة وجيزة تقارب العامين، مقارنة بالأكياس الحالية التي تأخذ سنوات طويلة للتحلل. وسينظم هذا القرار الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة من خلال تقليل استهلاك الأكياس التقليدية ذات المواصفات العالمية المتبعة في العديد من الدول. وتحظر أكثر من 25 دولة في العالم أو تفرض ضرائب على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة، وتضع أيضا قيودا على استخدام مواد التغليف البلاستيكية ذات الملوثات العالية. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.